يعني بعد ما تابعنا زينب التقرير التالي اكيد بصرنا نرحب بضيفنا الدكتور مصطفى مزنره، اخصائي في امراض الكليه. يسعد صباحك صباح دكتور. الخير، يسعد صباحكم. صباح الصحه. يسعد صباحك دكتور. صباح الخيرات. يعني عم نحكي عن كل شيء متعلق، عم نربطه كل الامراض عم نربطها مع انتشار فيروس كورونا. أكيد. قبل ما نبلش ونحكي عن حساسية اللي معهم مرض بالكلى وكورونا، خلينا نحكي اول شيء عن وظيفة الكلى بالجسم. تمام. الكلية مع انه هي حجمها صغير حجم قبضة اليد بس إلى وظائف كتير، ضروري نعرف وظائفها مشان نعرف وقت بصير عندنا فشل او قصور شو هي الوظائف بتتأثر. الوظيفة الرئيسية والأساسية هي تنقية الجسم وسحب السموم والمستقلبات وطرحها خارج الجسم. الوظيفة الثانية والمهمة هي تنظيم توازن السوائل بالجسم، السوائل الزايدة بتكبها وتطرحها عن طريق البول وبتنظم كمان شوارد الجسم. الوظيفة الثالثة والمهمة هي وظيفة غدية صماوية، تفرز الكلية عدة هرمونات مسؤولة عن عدة شغلات بالجسم، مثل هرمون الإريثروبيوتين مسؤول عن تكوين السلسلة الحمراء وخضاب الدم، مسؤولة عن تنظيم الضغط بجهاز الرنين أنجيوتنسين، مسؤولة عن تركيب الشكل الفعال لفيتامين د، وعدة وظائف حسنا بعدل لك لسه كثير. لذلك الكلية عضو كثير مهم بجسم الإنسان، وفشل الكلية بيؤدي إلى كوارث على صحة فشل الإنسان. فشل الكلوي. نعم. يعني دكتور بالآونة الأخيرة ومع انتشار فيروس كورونا شفنا المصابين بأمراض كلى، قصور كلوي أو غيره من الأمراض عم يكونوا نعم. أكثر تأثرا بدخول الفيروس نعم. لجسمهم نعم. يعني أحيانا هلا في سؤال دائما بيطرحوه، هل سبب دخول الفيروس هو مثلا أدى للوفاة ولا هو قصور الكلوي أدى للوفاة مع دخول الفيروس؟ يعني مين حرض مين؟ لا هلا الفيروس 90% لحسن الحظ 90% من الحالات عم تجي حالات خفيفة، آلام هيكلية عامة، ألم بالحلق، أعراض هضمية. هي هلا في عندنا 5 أو 10% نعم هي اللي هدول يعني بيكون الإصابة شديدة بالفيروس، هدول بيستطب دخولهم للمشافي. بتكون عندنا آليات عديدة لدخول المشافي أو لسوء حالة الجسم الإنسان. هي أول شيء عندنا التلازم التنفسية الحادة RDS أو صدمة إنتانية، أو عنا قصور أعضاء متعدد بيناتهم قصور الكلية. يعني الفيروس ممكن يساوي لنا قصور أعضاء متعدد نعم. بيناتهم قصور كلية، بس إنه نسبة إنه الوفاة تكون من 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 قصور الكلية لا، نسبة كتير قليلة نعم. بس المريض يلي بيستطب دخوله مشفى وبيصير معه قصور كلية هذا بيكون إنذاره سيء الصراحة. صحيح. طيب خلينا نحكي شوي عن أعراض يمكن أمراض الكلى، هل هي مشابهة بعض الشيء لأعراض كورونا؟ أو شو نسبة الخطر اليوم؟ يعني بنعرف إنه في أمراض كلى، في رمل، في بحص ممكن يتكون شيء، خلينا نقول السيف سايد، إنه الوضع الآمن خلينا نقول حتى يقدر المريض يتخطى هذه المرحلة من انتشار الفيروس. تمام. هلا تاثير كورونا على الكليه ممكن يعني يزيد لنا بعض الاعراض الموجوده او بعض الامراض الموجوده بالكليه. هلا ارتفاع درجه الحراره بيؤدي بالجسم بيؤدي الى يعني زياده حاجه الجسم للسوائل للإيماه، لان الجسم بيبرد حاله، بصير في تعرق، بصير في زياده نفس، زياده طرح السوائل عن طريق البخار المي، او احيانا بصير اعراض هضميه، اسهالات. هالتجفاف اللي بيصير بالكليه بيفاقم لنا احيانا بعض الامراض الموجوده بالكليه، مثلا الانتانات اذا كان في عندنا انتان بالجهاز البولي بتزيد نتيجه نقص الصادر البولي، التشكل حصيات يؤدي التجفاف بالجسم، يؤدي تشكل حصيات. التجفاف بالجسم اذا كان عندنا قصور كليه او بدايته او حتى الكليه السليمه، التجفاف بيؤدي الى حدوث قصور كليه وبيؤدي الى ضرر كبير للكليه. هلا كورونا يعني احيانا بيظهر لنا امراض، يعني بيظهر لنا اعراض او 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 امراض تانية جديده بالكليه. نعم نعم. يعني دكتور دائما انتم كاطباء واختصاصيين بتنصحوا بشرب الماء طبعا، ولكن احيانا مو دائما يعني بيكون هيدي النصيحه انه مو دائما تشربوا مي بكثره، احيانا لا في كميات محدوده تمام. الواحد بيقدر يشرب فيها مي تمام. لاي حد المي هي بتلعب دور اساسي ايضا في صحه وسلامه الجهاز البولي. تمام. هلا المي اساسيه جدا جدا بعمل الكليه.
الكلية ما بتحسن تقوم بعملها بدون وجود مي. هلا انا ما بيهمني قد ايه بنشرب، بيهمني قد ايه كميه البول المطروحه. تمام. لتقوم الكليه بعملها بشكل جيد لازم يكون عندنا حجم بول حوالي لتر ونص باليوم، يعني تقريبا 5 لـ7 مرات تبول. انه انا احيانا بجوز اشرب 5 لتورة باليوم بس اتعرقهم كلهم، ما يصير شيء للكليه. اعمل رياضه، شفتي الشوب والحراره اللي صار، التعرق اللي صار، يعني التعرق اللي بنتعرض له. بجوز نشرب 5 لتر و7 لتر واكثر وما يصل. بجوز اسهال، يتعرض مريض لاسهال، يفقد السوائل عن طريق الجهاز الهضمي، ما يصل للكليه. هلا المشعر عندنا هو مثلا كميه البول ولونه، اذا شفناه غامق كثيف غامق، هذا معناته نحن ناقصنا سوائل. وقت بيكون شفاف لون البول معناته نحن اخذين حاجتنا من السوائل بشكل جيد. وكمان في ملاحظة مهمة، انه لازم نشرب المي على 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 مدى النهار كله. انا بجوز انصح اقول للمريض يشرب 2 لتر 3 لتر باليوم تماما، يشربهم كلهم الصبح ويضل طول النهار مثلا ويتعرق ويفقد سوائل وما يشرب طول النهار. يوزع واحد شربه للسوائل على النهار كله، واذا تعرض لتعرق لتشفاف لدرجات حرارة عالية يزيد الشرب هون. طب خلينا نحكي شوي، هلا الواحد صار عم يكتشف امراض بظل انتشار كورونا، يمكن من الوسواس، يمكن من التحاليل اللي عم يعملها، يمكن لما يصير في عنده عارض يمكن مرضي عم يكتشف انه في الام ما كان متعود عليها. كيف في الواحد يكتشف انه معه مرض اول شيء بالكلى؟ قبل اسالك السؤال الثاني. طيب تمام. هلا في اعراض معينه بتظهر؟ هلا امراض الكليه هي كثيره. هلا الاشياء، قصور الكليه، الفصيات، الانتانات، هلا قصور الكليه في الى طيف واسع جدا جدا من الاعراض. احيانا قد يبدا الموضوع خصوصا القصور المزمن يلي بيجي تدريجي. هذا بيكون في عنا طيف واسع من الاعراض، مثل عنا الاقياءات ممكن يكون عرض من الاعراض، حكه الجسم، توزم الجسم، احتباس السوائل. هلا هي يعني في كثير اعراض ممكن ما توجهنا للكليه. هلا في بعض الامراض اعراضها واضحه وصريحه وما ما ما بتخبي حالها. الحصيات بيجينا مغص كلوي، الام كلويه حاده، الكريزه بسموها، الام بالخاصرتين، حرقه بول، تردد بولي، بوال شديد، ارتفاع حراره، يعني في اعراض ما بتخبي حالها. وفي امراض بالكليه بالفعل صعب تشخيصها، بتكون مخاتله ما بتوجهنا للكليه نفسها. نعم، يعني دائما نحن بنتمنى السلامه والصحه للجميع، واي ضعف بالجسم او نقطه ضعف بالجسم مع جائحه كورونا عم يكون الفيروس شوي اقوى من الانسان. مناعه الجسم خفت، هي عم تحارب الفيروس، بكون مناعه الجسم خفت، بكون المريض او بكون الشخص عرضه لامراض ثانيه. دكتور، سؤال دائما هيك بينطرح، انه في حال مثلا حس مريضك باعراض غريب بشغلات، يعني مثلا ممكن اشتبه بحاله كورونا وتواصل معك عبر التليفون او حكاك يعني او شفته، شو بتقول له يعني بهيك حاله؟ شلون بده يعني تماما؟ اول شيء يضبط لي موضوع الحراره، اهم شيء يخفض حراره الجسم، يشرب سوائل منيح. اذا عنده امراض سابقه للكليه يضبط، هي بنسميها عوامل خطوره، مثلا اذا سكر يضبط لنا السكر، لانه احيانا بالحاله الانتانيه ياخذ التهاب طبعا ممكن ياخذ التهاب، واي ادويه يعني لازم ياخذها لامراضه الاساسيه. يضبط لنا عوامل الخطورة ونركز كثير على شرب الماء، لأنه الجسم بحالة الإنتانية بحالة ارتفاع الحرارة بيكون بحاجة لسوائل أكثر من غيره. ومراقبة، يعني أي عرض يطلع لازم زاد بوله، نقص بوله، حس بآلام معينة، حس بشيء، توزم، ما يطنش رأسا، خلينا نتابع الموضوع أبكر ما يمكن. نعم. طب نظام غذائي معين، في شيء مسموح في شيء ممنوع لمرضى الكلى؟ تمام. هلا مرضى قصور الكليه في طبعا في عندنا كثير اكلات وفي انظمه غذائيه لهالمرضى، بس حسب درجه القصور.
في الدرجات الخفيفه في لهم حميه معينه، والدرجات المتقدمه من قصور الكليه لهم حميه، واللي على يعني على غسيل الكليه او التنقيه الدمويه كمان لهم حميه معينه. بس اجمالا يعني عاده من تخفف الوارد البروتيني للمريض وبعده عن الشوارد الضاره بالجسم مثل الفوسفور مثل البوتاسيوم، مو ضاره لها تاثير ضار على الجسم، هي ما في شيء ضار يعني. نعم. بس كثرتها اذا زادت صحيح. بتزيد، خصوصا الكليه اذا فيها ضعف ما بتحسن تصرفهم. يعني في انظمه غذائيه كثير، بس للشخص الطبيعي هو الاعتدال اللي ما نكتر بشيء. يعني هلا مثلا موسم نحن الفواكه اذا كترنا كثير، في عندنا شيء اسمه الاوكزالات، رح تزيد الاوكزالات بترتبط مع الكلس بتشكل لنا الحصيات. معلومة جديدة تماما موجودة كثير، بس ما عم لك انه والله ما ناكل، بس الكترة واحد يحط جاط سحارة يروح فيها عن جد. شايفينها ثاني يوم بنلاقيه اجته كريزة مثل ما بيقولوا. الاعتدال بكل شيء، الدسم، البروتين، الشغلات، الاعتدال بكل شيء هو الاساس بكل مرض. يعني مع هالمعلومات دكتور الجديدة وأيضا اللي بتفيدنا وبتفيد مشاهدينا، يعني هيك وصلنا معك للختام. بدنا نتمنى لك الصحة ودوام العافية. أنتوا الخط الأول أيضا بهي ظل انتشار الجائحة، اللي بيقولوا انتصار، لا ما انتصرت علينا، ما رح تنتصر علينا. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور. لكم.